التوفيق العقائدي المشترك بين المغرب والدول الإفريقية من شأنه ضمان السلم والأمن لدى هذه الشعوب، حسب تأكيد لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة السيد أحمد التوفيق خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العلمية التوصلية الرابعة للمؤسسة التي افتتحت بالرباط بمشاركة ثلة من العلماء المغاربة من جهة المملكة وبلدان إفريقية. موضوع العقيدة الأشعرية هو موضوع مهم جدا، خاصة ما يتعلق منه بتلك الوسطية، خصيصة الوسطية التي تميز بها والتي ضمنت للمجتمعات الإسلامية أمنها الروحي. عندنا اليقين التام والقناعة التامة بأن العقيدة الأشعرية عقيدة وسطية، عقيدة تجمع بين النظر وبين النقل، بين العقل وبين النقل، عقيدة لها رحابة الصدر تجمع الأطياف المختلفة. اختيار عنوان المدرسة الأشعرية والمذاهب الفقهية الانسجام العلمي والمنهجي في خدمة كلية الدين كموضوع لهذه الدورة من شأنه التأكيد على الانتماء العقائدي والروحي المشترك بين المملكة المغربية والبلدان الإفريقية، وكذا إبراز دور المدرسة الأشعرية السنية في نشر قيم الإسلام السمحة وترسيخها في جميع أنحاء العالم. التأسيس هذه المؤسسة لجميع المسلمين ونتعارف ونتعاون ونتبدل الآراء، وذلك نرى أن هذا من المهم جدا ونحن نستفيد من هذا، وهذا النموذج لا توجد من كثير من البلاد، ولكن إخواننا هنا في المغرب هم الذين يعني يقومون بهذا الأمر ويتزمون بهذا. انتهز الفرصة، فرصة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أولا لصاحب الجلالة الملك المسادس على جهوده القيمة على مساهماته الإيجابية في خلق التضامن والتفاهم والتعاون يعني في الدول الأفريقية الشقيقة. وستعرف دورة هذه السنة في إطار برنامج العمل القويم الذي دأبت عليه المؤسسة دراسة عدد من المحاور التي تهم بالأساس العقيدة الأشعرية وحفظ كليات الدين بالإضافة إلى محاور أخرى.